الحقيقة موضوع الملف المائي في العراق ملف شائك وخطير جدا، ينذر بخطر على العراق وعلى الأجيال القادمة. وهذه الأمانة أنا أعتقد إذا لن نقوم بمسؤولياتنا تجاه الشعب العراقي في هذه الحقبة الزمنية التي يمر بها، أنا أصفها بالخطيرة والكارثية. الحقيقة العراق مستهدف في كل جوانبه، الزراعية والصناعية وكل جوانب الحياة من الاحتلال إلى يومنا هذا. وبالتالي واحد من هذه الاستهدافات هو الاستهداف الزراعي، كي يكون العراق بلد مستورد وبلد غير منتج. وهذا واحد من الأهداف التي قد جميع الدول المحيطة في العراق تريد أن تتحقق هذه الأمنيات. الخطورة الآن تكمن في موضوع في غاية الأهمية، وهو إقامة سد على بعد 35 كيلومتر من الحدود العراقية في الأراضي التركية. والآن الجانب التركي يقوم بفحص التربة، لا بل نزلت بعض الآليات لإقامة هذا السد. ونحن للأسف يعني وخصوصا بالعراق في هذه المعضلة وغيرها، نقع بالمعضلة ومن ثم نفكر بالحل. الآن المعضلة بدأت وعلينا أن نعمل جاهدين بكل ما نتمكن من سبل دبلوماسية، من سبل يعني حوارات مع البلدان التي تعمدت. يرجع الجفاف الشيخ، الجفاف على ما يبدو حال التلوث وال يعني أزمة المناخ العالمية أو مؤتمر باريس للمناخ، العالم كله يشكو منه، مثل ما تقول إحنا بقلب الأزمة، لكن نشكو بعد ما تصير الأزمة توصل لمستويات. العراق بالداخل شو يقدر يسوي قبل لا أروح على دول الجوار؟ إحنا شو عدنا؟ أستاذ الفاضل، هناك هذا جو جاف ويمر به يعني دول العالم وخصوصا العراق من حقبة زمنية إلى أخرى، لكن هذا الجفاف الطبيعي. أما الجفاف المقصود وهو إقامة السدود اللي من شأنها تقطع المياه على العراق يعني برمته، وخصوصا وردت معلومات بإقامة السد ببعد 35 كيلومتر كما أسلم، مسمى بسد الجزرة أو الجزيرة. هذا السد طبعا الشيء المخيف أنه سد إروائي،